بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. في هذا الشهر الكريم جرت العادة أن أشرح بعض الآيات التي تليت في التراويح، لكن لماذا أردت أن أجعل موضوع الدرس قصتان صغيرتان فيهما موعظة كبيرة؟ القصة الأولى هناك مسجد في دمشق في شارع تراثي سجل سوق ثانوية، هذا شارع تراثي قديم، وفي جامع قديم جدا اسمه جامع الورد، وخطيب المسجد في إحدى خطبه قال، خطيب المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. الشيء الغريب أن الخطيب دراسات وشريعة وتجويد تفسير وتحليل شغل كثير، هذا جار طلع بقال، فذهب إليه قال له: لك عندي بشارة من رسول الله، ولكنني لن أقول ما لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك حتى استحققت هذه الرؤية. أنا والله ليس من عادتي إطلاقا ذكر منامات ولا كرامات، 35 سنة بالدعوة لا منامات ولا كرامات، سامحوني المرة الوحيدة طبع منهجي. فهذا الخطيب رأى رسول الله رؤيته حق، قال له: قل لجارك فلان جار موجود، فقال: إنه رقيق في الجنة. بعد يومين طرق بابه، قال له: لك عندي بشارة من رسول الله، ولكنني والله لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. طبعا رفض يعني، لكن بعد الحاح شديد ورغب بالبشارة آمن. قال له: تزوجت امرأة وبعد مضي 5 أشهر من زواجي بها، قصد من دخولي بها، حملها في شهر التاسع. واضح فهو كفاية. قال له: بإمكاني أن أطلقها أو أن أفضحها أو أن أسحقها، والناس معي والشرف معي والقانون معي وأنا معي، بنت الرقاق غطت بمثيلي، لكن أردت أن أحملها على التوبة. جاء لها بمولدة وولدت، ومع صلاة الفجر حمل المولود تحت عبادته، وقف أمام باب المسجد وانتظر حتى نوى الإمام صلاة الفريضة. وضع هذا المولود
والتحق بالمصلي. انتهت الصلاة، الفجر في ركعة صح، فانتهت الصلاة بدا هذا الصغير المصلون تحلقوا حوله، طلع عليك صغير جدا مولود ساعات، فتجمع المصلون حوله. أما هذا الشخص صاحب القصة تأخر حتى ضمن أن معظم المصلين تحلقوا حوله هذا المولود، فاقترب منهم وقال لهم ما الخبر؟ قال تعال انظر لقيت. قال انا اكفله اعطني اياه ولده اليوم سبب. فلذلك الايه دقيقه جدا جدا جدا، ان الله يامر بالعدل والاحسان. العدل قصر الإحسان طويل، بس مرتبة الإحسان هذه فوق العدل بكثير. المرأة ضمن زوجتها وضمن سيرها في طريق الحق وأنقذها من فضيحة. أحيانا كل واحد يواجه المشكلة، أحيانا يقف موقف العدل لا يؤمن، لكن في موقف الإحسان هذا الموقف تملك قلبه. جاي الآية فمن عفا وأصبح، يعني إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصبحه، درسنا كذا يمتثل قدر الإنسان. يعني إن كانت تطبق عليه أحكام الشرع وهذا من حقك أنت بالعدل ولا تلام إطلاقا، لكن أحيانا الإحسان تملك قلبه. إخواننا الكرام، الأنبياء ملك القلوب والأقوياء ملك الرقاب، وفرق كبير بين أن تملك قلب الإنسان وبين أن تملك رقبته. لذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. هذه قصة عظيمة. قبل أن تتخذ قرار قاسي، قبل أن تفعل فقير، دائما هناك من ينصح من علماء الناس اذا وجدت مشكله قلت انا استخدم قرار بعد يومين. انت غضبان جدا، قد يكون قرار قاسي جدا، وقد يكون هذا القرار قلته في حياتك. بعد يومين تهدا، بعد يومين هذا معنى لا تغضب، لا الغضب اي قرار، قد يكون في خطا كبير. فهذا الانسان كطريقه ضمن لهذه المرأة أنه سترها وحملها على التوبة، وجاءت الإشارة لرسول الله مما ترتبه في الجنة. هذا في شيء ثاني، أنا من عادتي أحياناً أذكر كلمات موجزة فيها معاني كثيرة. مرة راكب سيارة لعمان، إجا واحد سألني سؤال، نكرتني، حكيت لك شيء ست دقائق، قالوا لي انتشرت الخمس قلت له لا تغير ما يغيرني، تغير لا يغيرني، ضغطت لك الدين كله اربع كلمات، يعني انت محبوحة، صحتك كويسة، زوجتك على مستورة، عندك اولاد، عندك بنات، مكانتك جيدة، دخلك معقول، انت محبوحة، من انت لا تغلط، لا تغير ما يغيرني. استقامتك، ورعك، عملك الصالح، حبك للخير، خدمتك لأهل الحق، لا تغير ما بغيرك، لا تغلق، لا تدخل بوساوس، قل لن يصيبنا، لن لتأبيد لنفي المستقبل إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، فلا تغير ما بغيرك، انت بصحة طيبة، بمحبوحة، زوجها في تفاهم كبير بينك وبينها، اولادك ابرار، بناتك صالحات، وضعك عام جيد، لا تغلق، لا تفوت بوساوس الشيطان، يا ترى بالبريش، ترى بالبريش، لا، لا تغير ما يغير. في هذا قاعدة الطب، العضو الذي لا يعمل يضمر، الانسان جفت ايده،
ست شهور يروح بصوت ما في حركة طبعا. وهذه قاعدة طبقة الدماغ يعني تصلي خمس أوقات الظهر صلاة صلاة هو ركعتين فيه سورة ثانية ما فيه في نشاط ذهني مستمر فالعضو الذي لا يعمل يوم يعني من تعلم القرآن من تعلم الله بعقله حتى يحفظ الانتشار يعني الخرف أنا استبعده مع المؤمن استبعده أنا بعرف يعني سمعت عن عالم في الشام اسمه الشيخ عيد السفر جلالي سنه 96 منتصف القامة حادة البصر قرها في السمع أسنانه في حديث أنا إذا سئل يا سيدي ما هذه الصحة التي حرام قومي يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظه الله علينا في الكبر من عاش صغيرا عاش قومي أنا أقول بشرف اتق الله الله يتعب بصحتك حتى الموت هي الطيبة العادية إني صديق أردت أن أزوره في العيد الصليب طلبت الباب فتح جواله قال لي والله يا ابني محمد مهم يعني يطلع عنا عندك شي 10 دقائق إيه وقفوك ما الحديث بحديث قال لي أنا يا عمو عمري 96 سنة امبارح عملنا تحليلات كاملة تحليل كامل طلع كله طبيعي الذي سبب الله أعلم أن الحرام ما بعرف لا حرام المال ولا حرام النساء الحرام ما بعرف أبدا أنا قاضي الشباب أنتم أيها الشباب عماد الأمة مستقبل الأمة أتحب أن تعيش حياة طيبة بمحبوحة بصحة طيبة بتوفى بزوجة صالحة بدماغ غير مصمم وصلني أخذك عن مصاري والسائل كمان صديقه قلت له استاذ زميلة متزوج سأله بالتربية لا ماني متزوج قلت له قل له الشيخ عم يدعيلك بزوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إذا غبتها ترجم له إلى هذا التربية قال له والله بتمنى وصلوا على الشاب وعلى أنا مخاطب الشباب أنا ذهب التعليم إلى دولة الإنسان بعطيب الشباب كل عمري مع الشباب عايش هذا الشاب شو بيسعده؟ زوجة صالحة الدنيا كلها متاع وخير متاع الزوجة المرأة الصالحة بده شيء ثاني بده فرصة عمل صح بده فرصة عمل بده شقة بيت أعمل له بيته فرصة عمل وزواجه صارت أكبر قوة للمؤمن وإذا نحن ما انتبهنا للشباب ما أخذنا له بيوت وزواج وفرص عمل نحن بنواجه تطرفي دقيقوا تطرف تفلتي تطرف تشتتي التفلتي إباحي والتشتتي تكفير بعدين تبشير هذا التشتت والتفلت فنحن واجب المؤمن لذلك من سعى لزواج رجل بامرأته كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وقام نهارها في أمثال شعبية غلط أن تمشي بجنازي ولا تمشي بجوازي هذا خطأ من سعى لتزويج رجل بامرأته كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. فأول أسرة لا تغير ما بغير. لما تعاني من مشكلة مالية اجتماعية وظيفتها إلا غير لغيرها. ممكن تضغطك الدعوة إلى الله كأربع كلمات. لا تغير ما بغير غير لغيرها. في عندي كلمة ثانية معلقة بها الموضوع. كنت أقول لأخواننا دائما يا تجي ربط يا تجيب ربط كيف؟ قال لي واحد وقال من كلامه بالضبط قال لي أنا عندي مقطع وربحت عام 70 أرباح طائلة
قال لي وبعد تجيبني 500,000 توائد دولار من ايران سوريا 500,000 وحبيت اطلع على امريكا انبسط وما اخذ معي لو شيء فرقوا في بالي وصلنا فيه اداء بضاعه فات للمستشفى سرطان المفعش ترى وجع على ذلك الرجل من جامع لجامع لجامع والله شكرا لك إخواني الكرام أربع كلمات لا تغير ما يغير غير لا يغير يا تجي رجل يا تجي رجل فأنت أول حياتك صدق ولا أبالغ ولمن خاف مقام ربي في جنته بيقول ماذا يفعل أعدائي في بيتك مستني في صبري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحسبي خلوة وإن قتلوني فقتلي شمالا فماذا يفعل أعدائي بي؟ فأنت مقبل على حالات أنا والله أعتقد قبل شي 20 سنة أو 30 كنت على الجوامع 80 كبروا هلا كل شباب يصبحوا لي هذا فضل كبير أول حالات تعرف الله تمشي صح بشكل حياتك تشكيل إسلامي أنت تبني بنيانك على تقوى من الله هناك من يبني بنيانه على شباب يروح تنهاري تنهاري في نار الجنة في اختيار زوجتك اختيار صحتك عملك حرتك أفضل شيء بالإنسان زوجته وحرته نعم يعني أنا واحد بدي مشي أحد إخواني مهندس كبير بده واحد محسن انتباه محسن يبيع عن الرجال فدلله يحسوا على الأرض وجد أرض مناسبة جدا بجنوب دمشق مربعة واحد أضلاع باتجاه القبلة تماما من زمان سألوا عن صاحبه صاحبه مستثمر بمدرسة ولد أولاد من شارع عنده من أولاد معاه 5,000 ملك فوحة قديم الأرض له صالح أخذه إلى فوضوا علينا طلب شيء 5 ملايين تبين 4 ملايين فبقى أحد أخواني مهندس كتب شيء بالمليونين قال له والباقي أنت قال له عندي التلازم قال له شو التلازم قال له إيه حتكون جامع تروح على أوقاف معنا تلتازة أعطيك المليونين قال له إيه تصير جامع قال له إيه قال له أنا بحرم تصير جامع قال له إيه شو فيها قال له والله مستحيل من الله أنا أولى أتغلي من فطوع الشعب على اليسار قبل القدم في أطول مادة في الشمس هذا صاحب الأرض مستخدم في مدرسة عنده ابن أولاد مع شغل مستقبل استحل في الأرض أي واحد في بلاد المسلمين في بلد ثاني مقيم مع رفقاته في لندن وعنده عمل في مصر يطلع بليون طلع برا عم السائق ولا قلم بيت كبير طبعا 10 جنيهات بنفسي نزل البنت قعد يقطع على معدة لقاها زيادة 20 بنت ما يستحق احتام صنعوا صراع ايش بدي اعمل مع مليارات انا والله ولدي بس ما بصير في باب شموس دخل في صراع مع نفسه لما بده ينزل دون ان يشعر مد ايده على جيبته وعطى السائق 20 بنس زياده عن السائق قال له الاستاذ الامام هذا بس تكبر قال له والله اردت قبل يومين ان اتعبد الله عند لكنني اردت ان امتحنك قبل ان اتي القصة تقول إن هذا الإمام وقع الأرض قوم عليه فلما صحابي وفوتي قال يا رب كنت أبيع الإسلام كله بعشرين بنسا كم قصة تبيع دين ودينك بالبيع والشر تحلف بالله والإسلام ما نقول نحن 100 مليار وما 100 مليون ليست كلمتنا هي العليا هي في لندن والأولى من دمشق في واحدة في أمريكا
واحد حتى لم تستأذن وأنت في الزواج ولكن هو مش واحد سنها أخت تعوق ولا تزوج يعني تمسك النساء حوت بيها تصدر عنهم فلما عجبته الفتاة الأخرى قال له كمان أخذت وقال محتاج والثالثة أخته قد حكى دمه قال له خذ أيا شئت فأنت لست ابن أول ولا يدري ففي وصل الشام وصل لندن وصل إلى مدينة فنحن في عملنا مليون إيجابية بالذات بس نحن تعودنا نجد الذات الباقي في مروءة في نخوة في تناسب أسري سألت واحد بابا في أمريكا 100 بيت كم بيت في مليان الزوجين في 70 بيت نحن ولا واحد في تأمين نحن نتمنى تعرف إيجابيات مدنة تعرف خسر الإسلام في حياتنا فأضع الزوجين كيف يضطوا عليكم وأنا أفضلكم على بلدكم من البلد في 6 نعم أنتم لا تذهبون إليها لأن الدعاء يقول اللهم أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها يعني التغير هنا في هذه البلاد ليس تهمة يعاقب عليها الإنسان أو يقتل من أجله وشيء آخر في أطياف الأردن مثل أي مجتمعات بس ما في بين طريفين عداء تاريخي يستطيع أن يقتل الآخر والثالث في دولة قوية وتبدأ تقتل فيها فهي نعم مألوف يعني تقول قد لا تنتبه لها إطلاقا أما الآخرون ينتبهون لها شكر الله عز وجل والدعاء الأساسي اللهم أرنا نعمك بدوام هذا بدوامها والحمد لله رب العالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون